مرحبا بكم، مرحبا بكم الليلة في المايسترو على كارتاج بلوز. تحية كبيرة للجمهور الحاضر معنا هذا المساء، تحية كبيرة لهم. تحية كبيرة أيضا إلى فرقة رياض بودينار. تحية كبيرة للفنان كريم شعيب، الفنان محسن الشريف، الشاعر الهادي قمري، الفنان هشام سلام، الفنانة أسماء بن أحمد، والمايسترو نعمان الشعري. يا مرحبا مرة أخرى. هاي سيدي اتعشيتوا يا محسن؟ اتعشي. لا اللهم صلي على سيدنا محمد. عشاي شر. ايش اتعشيت؟ لا عشاي شر الحق ما تعرفش. هيا قول ايش تعشيت. لا ما نقولش عاد السادة المشاهدين. لا والله ما تقول لي يا محسن. يا محسن كليت كسكسي بالزبيب. صحيت هذيك كسكسي بالزبيب. شيء الله ولا الله. صحيت. وكليت طاجي. وعين ال وعندك عين شنو؟ عين العين ما تشوفكش. عندك وعين اسبانيوري. عين اسبانيوري. هكا وسليطة. وسليطة. بتر. اللهم صلي وسلم على النبي. فيها الفقوس. فيها الفقوس وفيها البسباس. فوالا. وفيها الفاس في النار. صحيت. وكعيبه يا غرت. وكعيبه يا غرت وشويه دراع. وشويه دراع. صحيت. دراع من جبل الصباح. منين هذا دراع؟ جابوا دراع. دراع الصباح. كريم. جابوا لي صحوه مش عارف. القفه ايش فيها؟ يا علي راهو تعشى مازال مازال جعان. استنى قداش من وجبه عندك؟ قال لي مش حلو راه في قال اون برانسيب زوز بلاتوات مش بلاتوات. صحيت يعطيك الصحة. يا عاد جبت له زوز يا ولدي عليك. شكون يعيط؟ انا دوزيام تور يا يلا محسن يلا محسن. ايا محسن على توا دورك. ايا يا سيدي توا دورك. ايا سيدي اما شرطت علينا. اللي هو؟ الغناء كان باش يطيح. عجب. انت قلت اي بيان سور. مش لا لا يعطيك الصحه. قلت انا نشتح اسمع هشام نعمان هشام اسمع مراد جمع الكل ماذا بينا. شكون مراد؟ ما عرفش شكون مراد. مراد مراد شكون هي صاحبي شاعر. لا كلمني قال لي ماذا بينا الجو سي محسن يكون بشتيه. مراد هذا اي فكرني في الكتاب يلقاها. هاي شكون هي ديما محسن؟ عجب. أه؟ ان شاء الله ان شاء الله. علاش علاش ما تجيش بحذايا ديما؟ والله كي تستدنى ان شاء الله بقدره ربي ما عاد استدنتك ربي فضلك. يعيشك بركه. قداش من مره ما جيتنيش؟ لا بالك كلمتك نجله قداش من مره؟ ظروف والله عندنا ظروف سيد الرئيس. يلا الفنان القدير سولو في عندي ما نغني لك في المايسترو محسن الشريف. اشترك الفنان القدير سولو اسمه سمينه سولو. عيونك السود هم اللي بعدوني على ناسي عيونك السود هم اللي بعدوني على ناسي يا كمرة 14 في ليلة 12 الفم طلب الفرج يا 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 ربي الفم طلب الفرج يا الكلب ما باشي
ساكنة جعكساك وخش ولفيافي ساكنة جعكساك خش ولفيافي ساكنة جعكساك وخش ولفيافي وين رحلوا بيك يا زين الصافي وين رحلوا بيك يا زين ساك وقاش المهدية وين رحلوا بيك يا نور عيني وين رحلوا بيك يا عزيز عدي عكساك خشو خشو المنوبة ساكنة عكساك وخشو المنوبة وين رحلو بيك يا محبوبة وين رحلو بيك يا محبوبة ساكن نجعك ساك خش وخش تبرقة ساكن نجعك ساك وخش ونتبرقة وين رحلو بيك يا أمك دعوين الزرقة وين رحلو بيك يا دعوين الزرقة يا زهوة بابي يا البيع على السين طالعة للغابة مع العزابة طالعة للغابة
يا محسن اجا يا محسن وين ماشي؟ يا محسن وين ماشي؟ ماشي تتعشى؟ اجا من هون؟ تعال يا كبير محسن السليم. يا محسن لا في بالي انا باش ندور من الزنقه من غادي وين ماشي؟ انا زنقه لا في بالي ما ورا يا ولدي خرجت منا تدخل منا صحيت يعطيك الصحه صحيت خلي صحيت بعضك كله كله تعبي اي الكل اي من يعطيك الصحه تو انت قبل ما تقوم محسن قلت للسيد هادي القمري افرح بيا كي نرجع قلت له انا ما قلتلوش قلت له باش باش افرح بيك بقصيده بقصيده اعطينا قصيده سي صحيت يعطيك الصحه سي هادي يلا هادي من أين أبدأ يا ترى كي أنتهي؟ من أين أبدأ يا ترى كي أنتهي؟ ونهايتي كالبدء للأكوان سرت بي الأزهار عند ولادتي فغدوت للأزهار طيف بستاني الشعر يبدأ من علاء الفن يبدأ من علا وفي بدء القصيد نهاية الأحزان افرح بينا ما افرحش بمحسن يا محسن يا محسن أنا ارتجل والله ارتجل يا محسن الرقصات أنت حبيبنا والله ارتجل والله يا محسن الرقصات أنت حبيبنا اخزر لي زيادة وتخزر لي ما أجمل الجبة الفناني ايه بارك الله فيك أنا شاعر ندمت كأسي عندما شربت نبيض الضوء والألوان فغدا وريدي نمنمات جداول حاكت هسيس الشعر في ديواني كالعقد في جيد القصائد أحرفي مشغولة بالدر والمرجان وأنا البريق على شفاه ضيائها وشفاهها مشروبة النيران إني الرحيل إني الرحيل يا محسن إني الرحيل ولست أعرف وجهتي على رحيلي قد سطى نسياني فلجأت فيه إلى ديار أحبتي والشعر بيتي الله 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 شو هذا؟ شو هذا؟ يا محسن علاش تدس فيه؟ الله الله علاش تدس فيه؟ تقوى الشاي عليا بارك الله مع زميل برهان بسيس في بالأمارة أيوة يعني حضور متميز على كارتاج بلوس على شاشة التلفزيون وكأنه الشاعر قام ساعده بالحق قام ساعده الشاعر عايشك أول حاجة تحية كبيرة برشا لبرهان بسيس بصراحة اللي هو كانت في بداية الأمر مجازفة من برهان ما يعرفش ويدخل شاعر في حصة أنا أعتبر حصة متميزة وممتازة جدا كما برنامج بالأمارة تحية لكل الفريق إلى مراد إلى سلوى إلى غفران إلى برهان وتحية حتى للشيخ فهمت اللي يكون معنا ساعات في بعض الحلقات فهمت وكل الليكيب اللي يخدم معنا بصراحة كله باهي والجمهور الكريم وزاد اللي كنت في هذه الدعوة الكريمة وعلى خاطر بصراحة مشكور صريح أنت عند المزيك كريم يغني يقنعك أنا ما زكيش نفسي لكن سأقولها فما بغير من الناس ما يعرفوش حتى معنى العروض أو اللغة العربية الأم التي تنصب في مسامعنا انصباب الماء العذب الزلال في أرحام الثرى نحن نكتب أحيانا ما لا نفهم كيفاش تحبه أنت كيفاش يتقبلك أنت المستمع واحد يكتب على الحليب والآخر يكتب على القمرة كيف أن القمرة أصبحت في الأرض وماذا ستفعل معها لا شيء تجده لا يفهم لا في العروض ولا في المتقارب ولا في أي بحر من البحور وثم بعد ذلك يريد أن يقول شعر الكلمة هي عنوان الكلمة رسالة الكلمة محبة الكلمة غفران الكلمة فن الكلمة أيضا وجدان الكلمة هي الجسر من الضوء الذي تعزفه المثاني في هذه الليلة الجميلة شكرا لك فأنت ثر يا روحي الله 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 هيا نعمان نعمان تبارك الله برشا ما يعرفوش أنك تعاملت مع العديد من الفنانين المعروفين نعمان كما أمينة فاخت كما العديد من الفنانين معناتها نور مهنا كنت قائد الأوركسترا متاع نور فن لثلاث سنوات أيضا نور شيبة برك أنا مع عديد وكأنه الموزع أو قائد الفرقة أو حتى اللي ما نعرفش اللي يسجل واللي يوزع واللي يوظف واحد من جرود الخفية ما يظهرش ولا نسمع عنه شيء
انا والله في ذهني اسم نعمان الشعري ويسبق الصوره. اليوم تقابلنا في الحجاج نعمان انا نعرفه بلاش لحيه. جينا سلموا على بعضنا وقلت يا ربي شكون شكون يا ولدي في الحجاج من حجمه مع بعضنا مش قلتوا شعوراتنا. قال انا نعمان الشعري يا حبيبي قلت سامحني هو ضيفي معايا في البرنامج تلمون تبدل عليه وتلمون الاسم يسبق الصوره بكثير وجون تبارك الله. وينك يا نعمان؟ والله موجود بون الكارير ما انت ما شاء الله يعرف ما انت تعرفوا برشا الفنانين الكل يعرفوه معناها مش تاع اليوم 30 سنه تو تسجيلات وسكسيات في تونس معناها البروديكتور نتاع دو ميوزيك نتاع برشا مطربين معروفين برشا نجوم مطربين. في تونس تو كيما زازا كيما وليد تونسي البومات الكل كيما نور شيبه البومات الكل كيما برشا معناها ما شاء الله. لكن شو نقول لك شنو هو؟ ما نحبش نقول الاعلام وكل حديث هذاك ليه تعرف علاش نقول لك انا نفهم ايش معناتها موزه نعرف معناتها ملح فوالا واصدقائي المرشحين يعرفوا هذايا. لكن فما ربما نوع من الفطنه اللي لازم تتوفر وقت اللي نقول اغنيه تو كريم على مثلا اغنيتك عديني اغنيه عمرها قداش من عام كريم عديني عنده اغنيه عندها سنوات يزمني نعرف شكون الملحن نعرف شكون الموزع نعرف شكون الشاعر علاه يمكن الملحن في تونس الغلطه من الفنان راهو الغلطه من الفنان هذا بالضبط انت شوف في مصر لا ولا توزيع فما بالسيف عليك لا يقولوا لا التوزيع لا يقولوا مش حتى كان فنان ثقافه كان لازم يتفطن لها الاعلامي يتفطن لها المطرب زاده ما يغني غنية لما يقول كلمه شكون وانت الحين شكون يقول شكون الحقيقه يقول باش نكونوا واضحين انا الفنانين تعاملت معاهم الكل يقولوا ما صارت لي حتى مره ما نساوني الحقيقه اما كيما نرجع ونقول تو في مصر كما قال كريم يجيبوا الاعلاميين يستدعيوا الموزعين ويعطيهم قيمتهم على اساس انهم هم معناها حاجه مهمه جدا في معناها كيما الملحن ممكن الملحن ياخذ قدره ياخذ قيمته اكثر من الموزع ما هو خدمه الموزع هي اكثر واكثر واكثر تعب سيرتو كيبدا الموزع هو نفسه التكنيسيان دو سون هو نفسه اللي يعمل كل شيء معناه فوالا معناه هذا انا ديما نعيب على الاعلاميين خاطر يذكروا الاسم ويتذكر برشا مرات لعده سنوات لكن ما انا واحد من الناس معناه لي زانفيتاسيون في التلفزه كانوا قليل برشا حتى وقت اللي كنت قائد فرقه الفنان العربي نور مهنا لمده 3 سنين وعملت كارتاج وعملت كارتاج حتى مع وليد تونسي وتعديت حفلات كبيره مع وليد ما كانوش ما فماش الحقيقه الانيسياتيف منهم هما باش يستدعوا دونك انا نخدم وحدي وانت بارك الله فيك على شرف الليله اللي تكون معايا وتكمل معايا سهريه كامله وتجي في اي وقت معناتها ما فما حتى مشكل. محسن الشريف محسن قعدت في اللون التونسي ما تغيرتش قعدت وفي ليه لكن الانتاجات الخاصه وين يا محسن؟ عندي انتاجات خاصه بقدره ربي وان شاء الله نكون حاضر بهم في في اللايف ان شاء الله في اللايف اكيد بعد ما نعمل بروفا بيان سور اي بيان سور خاطر البرنامج هذا ممنوع على البلاي باك صحيت صحيح صحيح حاب يجي يغني في بالك اللي اول البوم خدمه محسن توزيعي انا من عام 96 96 انت الحكايه عندها فوق قداش ما نعرفش 96 27 28 سنة قداش عمرك؟ مدينة صغيرة 46 والله لا تظهرها بالله ما يظهرش عليه تبارك الله ما يظهرش عليه يا مدينة صغير نعرف محسن هكا ديما ما اخي ما تكبرش انت محسن شو السر في محنط يقول في الحنط محنط لا محنط قدر وبر الله يستر شو ربي يستر الله يستر لا بالحق ما شاء الله عليك والله ربي يحميك من العيد ما تتبدلش يا محسن 20 سنه 30 سنه تاني انت هو بالك على خاطر قول لك في الحوت خاطر كبرت قبل وقتي زعما قول لك في الحوت يقول له اي قال لك في الحوت تكفي الحوت اه تكفي برشا حوت ناكل برشا من مرش الهجاج تشري كل هشام ربما العقوليه اللي فيك نقول لك والحشمه اللي فيك والحياء اللي فيك خلاوك هشام عاقل برشا والعقليه ساعات في الميدان الفني ماهيش مطلوبه هاو اسمع عاقله تبارك الله عليه لكن ما طيب اي الغنيه عايروني بيك يا حما تراث مش تراث نتاعك ماهيش نتاع حملت الكرون سوكسي حملت التو انت عملت ينجو من لين الضوي وعملت تو دي تو بخرين بابور عمري راح امين اي بابور عمري راح بختي معكسني اي عيب يا الانسان دي سوكسي مالا مالا كان عندي حبيبي اما عندهم انت هشام وكانه هجمه الراب وكانه هجمه الاغنيه ما نقولش البديله البديله على الوتري قلنا احنا نقول اثرت شويه يكون وخلات الجماعه تتراجع شويه صحيت صحيت
تتراجع. هو فما موضوع ديما يتقال، انا واحد من الناس مليت منه، لانه هو ذاك اللي يتقال. كانت عندها شركات، عندهم علينا يعني حظ كبير برشا 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 فيما يخص المزود، حتى الوتريات زاد كيف كيف. ما تعرف حتى اسمها تقول لك يعني يعني شركه تخرج سي دي او كاسيت تاع مطرب. انت هذا من الشركات؟ لا احكي لك شنو هي سيري ساعه. لا لا ما باش نبدا لك باش نوصل وين حبينا نوصل. كانت هذا زمن الشركات، تبدلت الوضعيه ولات الكوم ولات كما قلت قالت تو اسمع قليله باش نرجع لها. قعدنا انا وجاتنا من بعد الثوره احنا جايين ودرج الراب، جاتنا نحن الفولكلور باهته باهته وبهذله في بعض الاحيان. مش معناتها بهذله، مش معناتها المطربين والتاريين تبهذلوا راهو. لا بهذله، فما منزله بين منزلتين. وين الفن الوتري والاغنيه والتخت العربي الكلاسيكي؟ لا موجود ما عادش فما. وين وين تتفرج فيه يا ودي؟ وين تتفرج فيه؟ ما فماش. عليه موجود. موجود راهو الفن الوتري ونخدموا له، بس مش هذاك المشكل. هاو في مصر مثلا 120 مليون. لا لا مصر حكايه. فما الرابوريتك كل حاجه بلاصتها. هاي الرابوريت يغني كل حاجه بلاصتها. حد ما ياخذ بلاصتها مش كيما في تونس. شيء يتخلط مع بعض. هذه المشكله فيها جمهور الراب عنده جمهوره وعنده ناس وعنده. لا عنده جمهوره وناس يحترموه. سامحني انت سامحني، المزبل مازال يخدم ريقل والبخات وجو. بالعكس نحب ما تلطفش الموضوع، ما تلطفش. هو يحكي على السكسي والبرودكسيون. هو جاوبك عليه راهو عنده الحق هشام، خاطر مهمه راهو. صحيح انت تقول اليوم ما فماش كاسيت، ما وين البادي؟ شنو البادي؟ هو كمغني اي وهو كمطرب شكون ينتج له؟ راهي مهمه راهو. هاو علاش؟ انت قلت وقت اللي تلقى اي واحد ينتج الروح غنايه يدخل الاستوديو يركب اربع كلمات اربع الحاجات وساعات يغني وساعات ما يعرفش يغني ويعمل سكسي. فما فرق، فما فرق. اي يعمل غنايه سكسي. لا فما فرق في تنفيذ الاغنيه. لا مش في الوتر. فما فرق في تنفيذ الاغنيه. نحن راهو يتطلب عزف كورال لحن غنايه تسجيل. ماك تعرف تسجيل كلمات وتوزيع كلم كل شيء. هذا ما حطوا كلمة وزيت ولد أوبليجي ليماج. بينما الراب يعني موسيقى تخرج مرسوم مركب يتحط عليه كلام. يتحط عليه يقول لك اللي أنا باش نصرفه في فنيا نصرفه إعلاميا هو في ديجيتال. هذا قاعد يصير. نحن بيد ولد بيدها بتاع التونسي مازالت أصيلة مع المزود يرفضك باش تعدي له دورة بوك. نحن نقول تسوب الأغنية يرفض. يرفض حب يسمع جلوت حتى بغنية تصنيت. هذا الاشكال فاش تبقى شنو هي. نحب نشكر خويا عبد الحميد بوشناق اللي شبه في مسلسل نوبه. اي في مسلسل عمر اعتبار وكان في عرض عشق الدنيا في في كارتاج. بالكم تاع الجماهير اللي جاوا في الاربع عروض حسيت اللي يرجع مكانته. بدا يرجع الفولكلور سي الفولكلور. بالضبط. بقى شنو هي الاشكال فاش الشيء هوني كما قال خويا كريم كل شيء غادي يبقى لنا في مصر تخلط شيء مع بعض. جماعه الراب ناشطين اكثر من صراحه بطبيعه الحال ناشطين ربعينهم وعندهم ستيلهم وكل شيء يخدموا. لا مش الناس الكل تحب الراب. يخدموا بيان سور. لا بيان سور. عندهم وظيفتهم وجوهم عليهم وكل شيء. اما شيء ما يلغي شيء. صحيح. برك عليه بالنسبه للمطربين. اول بلكي ما شاء الله تبارك الله وصل. لا بلكي تبارك الله معناتها برشا نحكي. اما كل واحد ما نقولوش شنو جماعه الراب جاوا هكا غنوا وانتم قعدتوا. ما قعدناش. شكون قال هذا؟ ما قال هذا. لا معناتها فاسون دو الموزيكا الشرقي عندها مكانتها. الموزيكا الكلاسيكيه الاوركسترا السيمفونيك عندها جمهورها، المزود عنده جمهوره، كل اسمى كل واحد عنده شغلوها. كل فول عندك اياها. اكيد قبيلك على مساله مهمه. أن وسائل التواصل الاجتماعي فرضت على الفنان، وهذا موضوع مهم جدا جدا وراه واللي مش باش يفهموا من الفنانين الوتريين ولا الكلاسيكيين بالمعنى الكلاسيكي، راهو باش ينتهي. خاطر في العشرية الأخرانية جماعة الراب فهموا اللعبة. فهموا اللعبة على الأقل في التسويق لعملية منتوجهم باعتبارهم. هما ركبوا عليها في ساعة. فوالا يعطيك ساعة. هما اللي الفنانين وينكم؟ علاش ما ركبتوش على الموجة هذه، موجة الديجيتال، موجة الإنتاج الخاص اللي يتطلب أقل إمكانيات ويكون نافذ لدى الجمهور. موجود موجود، فما برشا ناس قاعدين يخدموا توا على الديجيتال. أما فما كما كنت نحكي معاه الصحوة بشوي بشوي، معناها جات متأخرة شوية. فما هذا هو القصد. سي نورمال، خاطر فما صار التغييرة معناها نعم الصدمه كي الصدمه أي. تبدلت برشا حاجات، برشا من الثوره وانت جاي برشا معطيات كما قلت انت، برشا موزيكات طلعوا ماد مش ماد ابخي التاريخ هو اللي باش يقول هذا. كيما قلت انت قلت صار زلزال معناتها مش زلزال. في تونس بالذات، في مصر لا، في مصر ما صارش. رد بالك
في السعوديه ما صارش، حتى في الخليج في مصر صار لا مش زلزال بالحجم اللي صار لا صحيح في الفنيه في تونس. الموسيقى قاعده هي بدها في مصر ما عندناش صناعه هوني يعني. المشكل فين؟ المشكل فين؟ كونه كي يصير الزلزال والارض كلها تتشق كلها يطلب برشا بوكو شامبينيون. ما يطولوش يا كريم، انت تعرف هذا ما يطولوش يا كريم. اي ذوكم يجي ويمشي ويجي. اي الطفيليات ما تطولش. ثم حاجه خير. مهمه برشا لازم الزبده نفهموها احنا كفنانين اللي هو بعد الثوره الفنانين بصفه عامه الوتري ولا الفولكلور جاتهم كل بهته وفراغ. علاش؟ فخاطر الفنانين تاع الراب ولا ريمبي صفة عامة اللي موجودين في تونس تراب توا اللي ماشي. الحاجة اللي المهمة في الحكاية أنه الأغنية قبل نتاع الراب ما كانتش تتكلف، كانت ماكسيموم نتاعها 30-40 دولار يهبط انسترو يشريه ويركب عليه كلام. دونك الأغنية المزود ولا الفولكلور بصفة عامة ولا الأغنية الوتري راه تكلف برشا فلوس. بيان والإنتاج ما ثماش، سكرت شركات، سكرت كل شركات. لي برودكتور ما عادش يحطوا فلوس في الأغنية. على كل دونك أوتوماتيكمون الإنتاج باش يكون أكثر وباش يدخلوا هما فلوس. لو طون الفنانين الوتريين والفولكلوريك زاد حتى يعملوا كارير. جوستومون بور كونكلور ما نطولوش كما قلت، الفنان اليوم الفنان المطرب سيغتو معناتها المطرب سطر لي عليها. اللي يغني مليح واللي مازال يحب يقول المدرسه الكلاسيكيه اللي فيها المقام وفيها الكلمه صحيتك هذيك ولات مهمته اصعب بياسر من قبل. قبل كانت بديهيه الحكايه، تعرف تغني، تعرف تقول، عندك غنيه مزيانه. نحكي في التسعينات حتى في الثمانينات اللي انا ما خلطتش عليهم اما كنت نشوف لي سوكسي معناها اللي تربينا عليهم الكل. اليوم ولات راهو كومبا معناها باش تلقى انت الوصل ما بين انت شنو تحب تقول وما بين الناس شنو مستعده تتلقى. اليوم يلزمها غوشيرش اكبر برشا. هذاك علاش نوحوا اون لو كومبا، خاطر انا بيرسونيلمون بالليميسيون هذيا في قلب المعمعة في قلب العجلة أنا بصراحة ندافع على الأغنية الكلاسيكية، ندافع على تخت العربي وتخت الموسيقى العربية احتراما للأذواق الكل. أنا ندافع على المبدأ هذا بدون أدنى نقاش وبتعصب زاد بطبيعة كل واحد حر معناتها. كريم انتياك ما تغنيش أغنية أخرى بديلة بخلاف الأغنية الكلاسيكية اسمها لو الجماعة كل معناتها يلا أي نعملوا دردشة صغيرة هكا عندكم الميكروات صاحبنا فرقة رياض بودينار. رياض بودينار أي إيش نعملوا هكا على الطاولة هذه؟ شنو النجم نغني وي كريم أسمى هشام يلا محسن أي اللي تحب أي 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 خذ الميكرو أسمى فازي نعملوا حويجة تونسية هكا أقدر أي والله فما أغنية نحبها ياسر شنو صراحة أغنية من أغاني صالحة لأن عجبوني أم الأحسن أي مقطع صغير من أم الأحسن غنيت يلا هاي فرقة بودينار يلا هاي ماش تبقى شيء أم الأحسن غنى فوق الشجرة أم الأحسن غنى فوق الشجرة شجرة سما صدى ليل لعليل يا برا أم الأحسن غنى قد الكذيب وعيون
لك عيدي هاو إذا جات بالبيت لك عيدي ونشوف ضو السماء هل الفجرة أم الأحسن ناديت على الخدام جيبوا صبرة أم الأحسن غنى ويم العوي نزل يم العوي نزل يم العوي نزل كل وقت شيل ملقى ليل الجبال ليل الكفوف والبدر
وفي خمسة والتفليس عليك يا ماما يا للا خالك شاء عرضينه بالحملة سموه له هكا كنا رايدين اسمع كنا رايدين وحدك وحدك قام يغني يسموه قصيده ذيك خمسة وخميس عليك يا علاء انت تغني يا علاء على صوتك وعلى الحضور بتاعك والله العزيز تصلح بخلاف منشط تصلح معناتها فنان والله حق تعرف وعليه الخمسه ديما تصلح فنان فنان يعني والله خذ لي خمسه زي ما تقول حد يعطيه يعطيه قصيده ما هو ما هو يسموه له كتبت الشعر حتى فاض عنه وأسكرني مدامه واحتساني يشاكسني ويلهو في وريدي ويحملني بعيدا كي أراني أجس اللهو مهووسا بجسي وإني اللهو في جس المعاني ولولا الله يدركني ولهوي ولولا الله يدركني ولهوي جعلت اللهو مفتاح الجنان الله 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 فما مشكلة فما مشكلة بين الهادي ومحسن لا يسمع الذوق الذوق القريحة لا الذوق هي القصيدة هي شي المشكلة يا علاء بيني وبين الهادي لا 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 أنا عندي مشكلة بيني وبين الهادي عجبته بربي وين تسخن أنت في الشعر تطلع بصوت عالي صحيح يا علاء صحيح جر جر خلينا نروح جر 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 حطوا لي كاميرا على محسن الشريف واخذوا شلي باش يصير كتبت الشعر حتى فاض عني اخذوني واسكرني مدامه واحتساني يشاكسني ويلهو في وريدي ويحملني بعيدا كي اراني اجس اللهو مهووسا بجسي واني اللهو في جس المعاني ولولا الله يدركني ولهوي جعلت اللهو مفتاح الجنان شفتوا شنو اللي صار ولا خمسة في ثانية كهذه والله تبارك الله عليك انتم شفتوا شنو اللي صار ولا شعلت فيها شوف يا محسن شفتوا شنو اللي صار خمسة وخميس يا انت خايف منه نعم فما حشتي يا انت خايف منه يا هو مستقوي عليك من ناحية مستقوي عليها مستقوي أكابيلا 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 أنا نحبك تغنيها أكابيلا ومن بعد تعاود تغنيها حاضر خاطر أسمى تأديها فيديو عمل سكسي كبير 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 أون بلوس صوت أسمى لهنا فوق العادة لا مش عادة نعرف الأغنية فوق العادة يتجاوز الصوت العبقري يتجاوزه
واسمه وعلى لايف. يلا هاي اسم مقطع ومن بعد تاخذه. نقطع التنهيد من وسط قلبي غناؤها. والله يغفر زلة العشاق. الذنب ذنبك أن أقبل خلسة بغداد جسمك والجنون عراق. الله 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 يا مصر. الله أكبر. الله أكبر. على مرضاه وتجبر. على مرضاه وتجبر. شكون اللي تجبر؟ شكون اللي تجبر؟ اللي هو على كلمة الله أكبر سنصمد أكثر. صحيح تقول لك. وحلمنا يبقى جميلا وأخضر. صحيح صحيح. وسوف نلاقي الأحبة دوما. نعم. ودوما نردد الحب أكبر. يلا توها ديوتو ديو الليلة الفنان القدير كريم شعيب والفنانة الرقيقة أسمى بن أحمد. يا مسافر وحدك
لا 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 سلام. يا خلود ايوه وصبر قلبي واتمنى على نار الشوق انا حستنى استنى استنى وصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيلي على بال ما تجيلي وتغنى انا حاسدن واصبر قلبي واتمنى على نار الشوق انا حاسدن واصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني بس انت اياك تبقى فاكرني بس انت اياك تبقى فاكرني يا مسافر وحدك بعد اذنك بعد اذنك تبارك الله ما لديه هو ما لديه وما لديه لا تبارك الله عليك يا علي والله لا تبارك الله عليك ما يسكتش راه محصر لا والله لا علاش يا اخي ما يسكتش ما يسكتش يا اخي تعمل اعطى فيك نوت نعمل يقول لك خذ سبعه لا لا مريقلي هاي سيدي وين نمشي وين نمشي هيا نسخنوا الجو تو هيا بدينا الفيتاس الاول بعد الثاني بعد طحنا ها الفن فيه كذا فيه جو فيه اتحاد توا باش نرجعوا الرب خوها حتى شنو نكمل يلا شكون 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 هشام سلام هشام سلام وجل تونس بالجهل علي الحدام والشيخ بابا عبد الله بحر السلطان بابا كسر ينحي هداك هيا وحمني بايا ونمدح لك دار رجال تونس
عينيك سود محلى زينك محلاك محلى خموري خموري يا جد أدي احلى طفلة في الكون يا أدي احلى طفلة في الكون في الكون والله 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 مغيّن أنا يا باي يا مالا مالا احلى طفلنا في الكون معايا انا مالا مالا احلى طفلنا في الكون معايا انا صغيرة وتحفونا ومزيانة صغيرة وتحفونا ومزيانة وفي الحب مش خيالة وفي الحب مش خيالة مالا والله في الكون واحلى طفلنا في الكون
يا وبالحشمة ودلال يا والله ارتاح البال شعر علي مسيب لهبال شعر علي مسيب لهبال دافها زيد خانة دافها زيد خانة مالا 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 احلى طفلة في الكون احلى طفلة في الكون محلى محلى الليلة الليلة حذا على يا الليلة قاقي يا الليلة شبغة وفتيلة شاخة الليلة يا الليلة طلع يخزر لي قابت يخزر لي يا ربي يصدر لي منه قال ليلة هشام سلام يغني هالليلة طلع يلوم هب ديلوم طلع يلوم شنو يهنوم جهل اللوم محلى تغزيلة هي الليلة هي الليلة هي الليلة طلع بالغنم جايب الغاني طالع بالغاني جايب الغاني صبي تغزلي وقتي وليك حيلة هيا الليلة هيا الليلة تقوم دي يا وقوم لبيتك جاه ربي نروح يا شعليكم فيه هلا ومرحبا يكبر والربي مرود عيدي تا زوج السنة زوج السنة زوج السنة زوج السنة احلى فرقه احلى فرقه الحلوه خويا رياض بودينار تحيه كبيره برافو هشام سلام برافو ريت انا كنقول الفن الوتري هو ابو الفنور هاو استقطب المزود شفت كيفاش يتغنى بالوتري اي غنيه ممكن تتصورها راهي تتغنى بالتخت الكلاسيكي مهما كانت الأغنية حتى الأنماط الموسيقية الجديدة البوب الراب الروك كل ينجموا يتغنوا بالوتري بار كونتر الأنغام الأخرى ما تنجمش تدخل الوتري في الماجي مستحيل أنت كموزة تعرف هذا أكيد أما العاسفين زاد عندهم قيمة ما شاء الله وقت اللي عندك فرقة كما فرقة بودينار والله مش لأنه بارتنير أوفيسيال في الإيميسيون نو أنا خدمت مع فرق تونس الكل بما فيهم فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية في ساعة صفاء الخطوة الأولى بما فيهم فرقة ماجد الخليفي بما فيهم عبد الباسط بالقايد سسمو زين ماجد الخليفي ماجد سسمو تي سسمو الاخر باش ما ننساش لا مش خالد بن عيسى لا 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 سسمو ميسالش ميسالش هيثم هيثم الهاني ما نقولش الفرق بين الفرق لا انا نرتاح مع اولاد بودينار لانه بالنسبه لي انا العازف هو عسكري ديسيبلين ميليتير في العزف وفي المستوى وفي النيفو فوالا دونك برافو الاولاد يعطيكم الصحه نشكروا على على ذكر اي سكري شكون صفر شعري لا على ذكر العازفين فرقه رياض بودينار معناها غني عن تعريف ما شاء الله معناها تضم احسن العازفين على المستوى العربي مش على مستوى تونس اكيد اكيد بدون نقاش اي سكري اي وينك انا بعديك شنو أمورك؟ أبا الحمد لله ماكش عاجبني منين الفيست يا كريم محلاه؟ الفيست حلو باريس حلو من باريس
أنا نعرفك منين تقضي. لا معلم صاحبي أنا نعرف كريم ذوي كريم أبار الصوت وأبار الغناء وأبار كريم عنده نيفو دفي مستوى عايش هو مختاره لأنه الفنان ما ينجمش يكون كالإنسان العادي أبدا مستحيل مش ممكن أنك تلقى روابط التقاء بين الإنسان العادي وبين الفنان الفنان إنسان يعيش في فكرة أخرى في أسلوب عايش آخر مختلف وكريم يعرفه هذا كريم أنت ماكش كما الناس الكل مش كما الفنان الكل نحب الجو نحب معناتها كلمة فنان بالنسبة لي تعنيني لنفسي إيه مش لنفس الناس شنو ما جابت روحك شوية كريم ما نحبش مثلا عباد تقاس عليا ولا لا أنت فنان ما لا نخرج نصار إيه ما أنت وقي شوية كريم أنت وقي شوية لا بالعكس أنت وقي مع الإنسان مع بس على ذكر الأصحاب وتعرفني أنا ما نحبش الأسئلة المشاكسة ولا باش نعمر فلان ولا لا لا ولا كلا أبدا وما عادش نسألهم الأسئلة هذوك مطلق أنا ما نسألهمش لا اسم مساش أنا اسم مساش عندي مشكلة أنت باش تحل على روح ببلا لا لا بالعكس فك علينا ولا لا بالعكس الفنانين تحبوا بعضكم هذا اسأل أسماء أدخل لك لا أنا أسأل فيك أنت أسماء خليها مسلمة أسماء أسماء لعمر يريدها نهار كلاشيت حد وإلا أعطت موقف أول حاجة أنا وهي هكا علي أنا ما عنديش فيسبوك صحيح علاش ولا انستغرام ما نحجو مو الجو اللي عندي باش تاع خدمه اما بلوك ودرش مو الجو ما نحبوش انا ما نحبش الجو هذاك ما تحملوش ها هو بلوك او عرك واللي بيك وانا جاب الفضايح ما تعرفش يعمل اللي عارف فهمتني لا هذاك مو جو كان انا نعرف لا لا انا نعرف هذاك مو جو انا نحب عندي مود نتاعي خاص عندي جو عندي اصحاب اخرين نعرف ما مش فنانين اكيد عندي ناس قضاة ناس ده شوية ما تصحب ماوش صحابك من جميع المستويات لا علاقة بالموسيقى موسيقى عندي أربع كعبات طبعا أربع كعبات علاش ما نعرفش علاش أنا نحب مرة الكل نحب ما هو عشان شو سلمت ما هو يغني مزود ويغني نحبه أسمى ألفة نجاة نجلة نجلة عندي برشا نحب عليهم يبلو فهمت من اللي يعرف يغني ما يعرفش يغني لا أكيد لا أكيد محليهم نحبه شخصيته اللي ما يحبنيش ما عربي كريم شو ربحت بالفن بعد هالمسيرة بتاع أكثر من 30 سنة ربحت لا ربحت برشا حاجات أول حاجة ربحتها هي حب الناس حب الناس والقدر والحب الحقيقي معناتها مش حب متاع محليك تعرف تغني لا علاقتي مع الناس علاقة طيبة جدا سواء من البانيفو حتى لو نيفو نحب الناس كل نحب الناس كل نحب الناس كله والناس اللي نعرفهم يحبوني نعم تاخذ بالخاطر زين كريم لا تاخذ بالخاطر في حالات اي في حالات مش ديما الاستغلال ما تحبوش تخوبيث وتنفي عرسك وتجيما هو ما عرس اختك مثلا تقول لي عرس اختي هو مش عرس اختي نمشي نغني ويطلع مش عرس اختك تتغدر وقتها ما استغلال الحكي ماذا بيا ما نحبش الشكل ما لا وحش روحي صاروا لك حاجات كيما قبل بطبيعه كل انسان يمر بيها كما فهمت الانتاجات لا كريم الانتاجات عندي زغني جبت صورت كمان. واحدة ما عندي مشكلة ما عادش حاب نحكي على البرودوي نتاعي ما لازمني انا مخدم برنامج تلفزيوني لازمني نعرف صورت اغنية جديدة عاد البندقة وكلمات اللحن بالاسود وفي للاصدقاء وعد الله اسمي ها وفي للاصدقاء القدم واللحن عجبني اللحن وفيه لا هذا الحن كلام برك ولحن جديد اسمه صعب علي اجرحك الكلمات عبد الصمد كرشيد و الحان وينو بربي عبد الصمد انا رجعت اهو باش نرجع رجعت برك الله اللي عمرو ما مريتوش والحان لازهر شعيب لازهر زايده وعندي اغنيه لوسي بوشناق ان شاء الله بنتو ان شاء الله نسجلها ان شاء الله هذه قنبله هديه منه كي تقول لي شو انا معناتها تحبني انا مقدم برامج البرنامج الكل نسمع ولي نحكي مش نجي نغني في الميسيون نقول عندي باش نعرف باش فما اغاني جدد اما وقت اللي نحضرهم جي يقول لك اللطفي مش قريب تحضر؟ اي بيان سور ان شاء الله ما تنجمش تقول لي منها حاجة؟ شوية بركة يا لله يا اسمع يا لله يا لله ما نحبش نحرق الموضوع خاطر خلي يا ودي ان شاء الله حطها يا لله وينك لا لا مش هذيك لله أخرى مثلا تعطيني وعندي أغنية لازهر الشعير تقول ما تهمنيش يا كريم متفاهمين لازهر الشعير يا ودي أنا ما نجم نغني الأغنية إلا ما تسجل في السجود باهي لازهر الشعير اش تقول قول صعب علي أجرحك أنت حبيبي من سنين وفرحة عينيا صعب علي أجرحك هذه باللهجة الثالثة صحيح أي باللهجة الثالثة لا ويكتب لا زهر وأخوه ما
بارك الله يخليك. الحان لازم شيء، الكلمات عم بسمات كل شيء. عبد السمد كل شيء. إذا مسجلة باش تصور إن شاء الله. أغنية تصور باش ناك ما تصورش عليها شيء حتى كلمة منها. بديو ثلاثة حاضرين نقول لك راهم حاضرين. لا أخزر لي تعطيني سكوب من توا. الثلاثة كيحضروا يتعداوا عندي أنا الأولاني. نعزفهم لك ونوزعهم لك فرقة رياض بودينار يتعداوا. أنا نحب اللايف. وأنا معاك. والبرنامج هذا ممنوع على الفليفا. هاي ولا سمعني في اللايف. سونو كريم شعيب يلا كريم يلا تصوير بس ما شاء الله معنا شوية عطر سأقوله الله كان حبيبها وغاز والنهر
حصل على كان حبيبة والنهاردة وصل وانا 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 وخدت شوية كان حبيبة وغير والنهاردة وصل على والنهاردة وصل على والنهاردة وصل على قلبي أنا أنا كنت أسير الهوى والأهل نعيش ببيع الدوى متغربين وتجري السنين واحنا جرح السنين ما حد قال عنك خبر يفرحنا ولا حد جا منا كلمة تريحنا تريحنا بس لما تيجي وانا احكي لك علي لا 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 وامسح دموعي في منديلة وعلي جرام معايا وعلي يلا
جرحا يا حب يا ليلي الله 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 يا جرحا يا حب الحب دقنا وتوجنا الحب هبلنا هبلنا دقنا وتاجت المرسي بين النهار والليل وتاجت المرسي بين النهار والليل ما فضلش غير غير الدمع مرسومة بالمناديل بس اما تيجي وانا احكيلك علي وامسح دموعك في منديلك وعلي جرام بس اما تيجي 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 علي جرام وامسح دموعك ليلي يا ليلي يا ليلي اسم خالد جداح الناي تصفيق على خالد جداح واحلى ناي بعد يوسف اكيد قوليش حتى كلمة لا 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 تسمعوا يا جماعه تسمعوا وين التصفيق وين يا وليدي هكا عم تغير لا 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 يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي الحب تنكى الحب توجنا الحب الحب توجنا دقنا وتوجنا وتاجت المرسي بين النهار والليل وتاجت المرسي بين النهار والليل ما فضلش غير غير دمع مرسومة بالمناديل بس اما تيجي وانا احكي لكم علي جرى علي جرى وامسح دموعك منديلة علي جرى بس اما تيجي 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 علي جرى وامسح دموعك منديلة علي جرى علي جرى
ميرسي. برافو برافو كريم شعيب. أنا أخويا اسمع، المدرسة الطربية هي المدرسة الأم. والجمهور لك مستحق صراحة. سلهيدي سلهيدي. الله الله يا كريم. فاللي تسمع اللي قراه واللي غنيته السيدة عليا الله يرحمها وينعمها وأديتها بطريقة رهيبة. ما تكون كان قصيدة رهيبة. أكيد هذه القصيدة. اللعب لا ينفهمش. هذه القصيدة. ينفهمش. هذه مش هذه ملحنها لطفي بوشناق. ها؟ هذه ملحنها لطفي بوشناق. إي. أنت كتبتها لطفي بوشناق. كتبتها لطفي بوشناق. طيب. نسمعوها ترى. وفيها ضربة صغيرة يحبها لطفي يحبوها جمهور. نقول فيها: سأظل أهمس هيتلك وتقول لي ما أجملك. لا ريب أنك ربما بدر تجلى أو فلك. إن كنت تنوي قتلنا فالوصل يحيي من هلك. إن كنت تقصد صيدنا فأنا نصبتك لي شرك. هل أنت حقا عاشقي يا سيدي بل يا ملك؟ فاجعل يقينك ساعتي تكتك بتكتكة وتك. شنو شنو تكتك. عودي عودي موزونة موزونة. تك تك بتكتكة وتك. بتكتكة وتك. وباللغة العربية تكتك أي يمشي وهو يفكر. بعدما جبت تعرف شو خلك خلك تك تك. هل أنت حقا عاشقي يا عاشقي بل يا ملك؟ فاجعل يقينك ساعتي تكتك بتكتكة وتك. قبلتني وقبلتني يا قبلتي ما أروعك. قبلتني وقبلتني يا قبلتي ما أروعك. خذني إليك ولا تكن يوما إليك ولست لك. فأنا إليك وأنت لي تكتك بتكتكة وتك. فأنا إليك وأنت لي لو لم تكن ما كنت لك تكتك بتكتكة وتك. دعني أجرب رحلتي يا مسعفي كي أتبعك. أنا من سلالة خمرة مجنونة من بعلبك. أنا من سلالة خمرة مجنونة من بعلبك. أنا روح نخل شامخ لا ينحني مهما هتك تك تك بتكتكة وتك. يا معلم يا معلم. أنا روح نخل شامخ لا ينحني مهما هتك تك تك بتكتكة وتك. يا ساكبي املأ ثني كي انتشي من خمرتك. واشرب معي قدحا غوى من كان يرجو جنتك. لأظل أهمس هيتلك وتقول لي ما أجملك. فاجعل يقينك ساعتي تك تك بتكتكة وتك. يا معلم شو وين؟ يعزمني ظهرتي على وزن إلهنا ما أعد لك مالك كل من ملك. لا بعيد عليها بعيد عليها. مش أبو نواس وأنا أخذتها. مش في نفس البحر. لا لا مش في نفس البحر ما أخذيته. ويحكي أبو نواس. أبو نواس غناها عدنان الشويش. أي. إلهنا ما أعد لك مالك كل من ملك. غناها سنة 96 نتذكر وقتها سنة 96. إن شاء الله في الحصة الجاية ونجيب لك الخمريات و... أي جيب لي الخمريات والوتريات و... أنا باش ناخد إذن من عند برهان وسيس. إن شاء الله أقول لك يا برهان أكتفرج فيه. أي أقول لك في اللونتان يا صديقي يا برهان. ما قلت لي ورقة خضرة. أي. على شاعرنا العظيم. أي شك. أنا قلت لك أنا باش نعمل فقرة شعرية قارة في الميشون يأثر يأثر لي صديقي الهادي. بارك الله فيك. ما تقول ليش لا. بعد ما يش. ما كانش راني نفك. باش نبدأ واضحين. هايسك بارك الله. يعطيكم الصحة سيدي. أي نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الإشارة.